نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي ومحمد نجم. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من ATV العدالة. نحييكم مشاهدينا في هذه النشرة ونبدأها بأبرز العناوين. سمو أمير البلاد يقبل استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد ويأمرها بتصريف العاجل من الأمور. لن تكون هناك جلسة، سأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور الحكومة. وبناء على قبول استقالة الحكومة، الغانم يؤكد لا جلسة للأمة غدا والحكومة تعتذر رسميا عن الحضور. ننشغل دائما في العمل بينما ينشغل غيرنا في الأقوال والجدل. بين الشاهين والشحومي رد على الرد واستمرار الجدل بشأن المواقف من أحداث جلسة الافتتاح. الحين المكاتب على 1400-1500 دينار، والمواطن من وين يجيب؟ والله أسعار غالية ومبالغ فيها، ولا يقولوا لي دول الخليج ما دول الخليج، دول الخليج أقل منه. رغم تأكيد التجارة والقوى العاملة على تثبيت الأسعار، استمرار شكاوى ارتفاع تكاليف استخدام الخدمة. البلدي يوافق على استحداث طريق لربط الدائر السادس بالمطلع، والبلدية تشكل لجنة لميكنة مواقع التشوين. أصدر اليوم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزراء حكومته، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وقد جاء في الأمر الأميري أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمر تعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وعلى مرسوم تشكيل الوزارة وعلى كتاب الاستقالة المرفوع، أمرنا بالآتي: مادة أولى، تقبل استقالة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية، يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. برلمانيا، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لن تكون هناك جلسة ليوم غد، وسيحضر ليرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وقال الغانم أنه تسلم رسالة من رئيس الوزراء تفيد بصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة، وكتابا آخر من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص يتضمن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن جهة ثانية، دعا الغانم النواب إلى تقديم إقرارات الذمة المالية إلى مكافحة الفساد. استلمت للتو رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء تفيد بالتالي: معالي الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة، تحية طيبة وبعد، أود أن أحيل لمعاليكم نسخة من الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، آملين التكرم بعرضه على مجلسكم الموقر. رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، مرفق به أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الآخر 1442 الموافق 8 ديسمبر 2020 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل وزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى، تقبل استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية، يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ممهور بتوقيع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. كما استلمنا كتاب آخر من الأخ الفاضل معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأخ مبارك سالم الحريص، الموضوع اعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة بالإشارة إلى الأمر الأمير الصادر اليوم الاثنين الموافق 18/1/2021 بقبول استقالة الحكومة. تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19/20/2021. فبناء على استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة وبناء على كل السوابق الماضية، لن تكون هناك جلسة. سأحضر وأرفع جلسة الغد لعدم حضور الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك أود أن ألفت انتباه النواب أن في هناك 20 نائب حتى الآن لم يقدموا بياناتهم إلى نزاهة، وآخر يوم محدد هو 4 فبراير، فأرجو من الأخوة النواب الأفاضل الإسراء بتقديم بياناتهم إلى نزاهة. خلال رده على ما جاء بتصريح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أمس، أكد النائب أسامة الشاهين أن موقفه من موضوع التحقيق في الأحداث التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة واضح ولا يقبل اللبس. هذا وقد اعتبر الشاهين أن الحقائق والوثائق بشأن هذا الموضوع واضحة ولا تقبل الشك أو الاجتزاء. للتاريخ، في 17/12 قبل شهر من الآن طلبت التحقيق في تجاوزات الجلسة الافتتاحية وهو نص منشور وموثق. في 19/12 تقدمت خطيا والزملاء الحجرف والسويط والكندري والخليفة بطلب لجنة تحقيق برلمانية موقعة ومنشورة. في 28/12 أكدت عدم قبولي أي لجنة تشكل وتعقد قبل قرار من مجلس الأمة فيديو منشور وموثق. في 29/12 جددت التأكيد على أني بحل من أي لجنة لا يشكلها مجلس الأمة. في 4 يناير جددت من خلال هذه المنصة ومنصة برلماني الإعلامية أن إعلان مكتب المجلس لا يمثلني ولا يعنيني. وفي يوم 5 يناير تقدمت باستقالة خطية من أي لجنة قد شكلت خلافا لقرار المجلس ودون تفويض منه. فأنا أظن بأن الحقائق والوثائق واضحة ودامغة ولا تقبل الشك والتلبيس أو حتى الاجتزاء منها. اجتزاء عبارة وأغفال عبارات، اجتزاء حدث وأغفال سياق كامل موثق. وفي جعبة المواقف البرلمانية، حدد النائب مبارك الحجرف عدة استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي. حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الإدارة الحكومية. باختصار، في هذا الأمر إيرادات النفط فقط يا أخوان تقريبا في ظل ما يتصدره الكويت وفي ظل الأسعار اليوم ما يقارب 50 مليار، وتبي الحكومة تستقرض أو تأخذ الدين العام وتمرر قانون الدين العام. هل هناك وعدد شعبنا 1.5 مليون؟ أعتقد أن سوف نعيش في جنة، لكن أؤكد على سوء وعجز الإدارة الحكومية عن إدارة مثل هذه الأموال لا تجعلنا يعني نؤمن أو نثق في مثل هذه الإدارة. سنوات الوفر الماضية اللي وفرت أكثر من 60 مليار دينار ذهبت هباء منثورا، ذهبت لأسلحة لتمويل صفقات مشبوهة، لتمويل صفقات أسلحة مشبوهة وغيرها من لا يخفى على الشعب الكويتي.
في سياق مختلف، ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي علي المضف اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة لمناقشة مقترح خطة العودة التدريجية للمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 في ظل جائحة كورونا. وأكد المضف في الاجتماع حرص الوزارة بالتعاون مع الصحة على اتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية على نحو يضمن سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية وجميع العاملين بالمدارس. وأوضح أن الاجتماع ناقش مقترح خطة العودة التدريجية للمدارس والعمل على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن، إضافة إلى السعي لإطلاق حملة تطعيم شاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. سجلت وزارة الصحة 467 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158,244 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة. كذلك أعلنت الصحة شفاء 354 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151,496 حالة. بعد الشكاوى المتكررة والتخوف الشعبي من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، أكدت كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة على استمرار العمل بقرار تثبيت كلفة استخدام العمالة المنزلية. وقد أوضحت التجارة والقوى العاملة أن القانون الخاص بالتزامات صاحب مكتب الاستقدام ثبت كلفة الاستقدام عند 990 دينارا كحد أقصى للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب، و390 دينارا كحد أقصى للعمالة المطلوبة عن طريق صاحب العمل. ويضمن القرار استمرار العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل، ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلاده ورد المبالغ التي تغاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله، حسب ما ورد في قرار التجارة وهيئة القوى العاملة. هذا قد تم فتح باب استخدام العمالة المنزلية الجديدة إلى البلاد اعتبارا من يوم أمس، وذلك وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أخيرا. وقد استطلع فريق ATV العدالة آراء عينة من الشارع إزاء قضية العمالة المنزلية. نتابع هذا الاستطلاع الذي أعده لنا الزميلان فهد الزايد وعايد الشمري. أنا أشوفها استغلال الوضع، لكن القرار اللي حطوه الحين 990 زائد فلوس الحجر هذا منطقية جدا. الدولة ما راح تتكفل بكل شيء، ادفع يا المواطن قيمة تذكرتها جلبها مع فندقها خلاص أمورك طيبة. أما أنها توصل ل 2500-2800 تنازل، هذا أنا أشوفه حيل استغلال واضح. والله أنا أحس أنه أوفر، يعني 1400 وما يتشمي بخدامة، إيش دعوة أزوج فيهم ولدي كمان؟ يعني سعر مبالغ فيه، يعني شنو أنا أدفع 1400 عشان خدامة وهم ياخذون من الوافد لما يجي من برا عشان الحين كورونا؟ أقل من هالسعر، يعني الوافد كم يدفع لما يجي ويروح دولة ثانية وي بعدين يقعد 14 حجر 14 يوم حجر؟ أما إحنا لما نجي بخدمنا ندفع دبل دبلات، ليش؟ المفروض يراعون جيب المواطن مو يمصون المواطن، المفروض رقابة، يعني المكاتب يعني قاعد يبوقونا بوق غير الخدمة. أنا لما يجيبها شنو ضمني ما تنحاش؟ صح ولا؟ يعني بالخدامة تقعد تتفق مع المكتب 3 أشهر انحاشت خلاص، حظ حقي شنو ضاع؟ ونرد مرة ثانية ندفع 1000 وما يتشم عشان يجيب خدامة ثانية؟ هاي حالتنا، يعني المفروض يكون في انضباطية أكثر على المكاتب. ارتفاع مبالغ فيه صراحة. أنا أذكر التجارة أعتقد حددها أو مكتب العمالة 990 دينار. الحين المكاتب على 1400-1500 دينار، والمواطن من وين يجيب صراحة؟ يعني حد أقصى، يعني مو هو قادر يعني صراحة. السعر مبالغ وايد، مو شوية يعني، بس اللي هذاك اللي عنده عادي، عنده اللي ما عنده شلون مسكين؟ لا طبعا يستغلون فرصتهم عشان ما يحفظ خدم فرصتهم يرفعون الاسعار. والله الاسعار غاليه ومبالغ فيها، ولا يقولوا لي دول الخليج ما دول الخليج، دول الخليج اقل منا.
ودول الخليج ماخذين حقهم ثالث ومثلث، يعني قصدي على المكاتب الخدم على الاسعار اللي يسوونها. يعني لو تبي تسافر لو تزعل الخدام الحين تبي تسافر لبيوت التأذى، لا تقول لي اعتماد كلي، انا اقول لك اعتماد كلي على الخدم. الخدم اللي ما في بيت في خدام وخدامتين، الابو يشتغل والام تشتغل والعيال هم نفس الشغله، يبي لهم هم بعد وراهم دارات، بس لا تقولي ما في خدم، بس تقولي 990 ومعاشها 120 و140 150. يعني اوكي نعطيها المعاش بس مو المبلغ هذا، انت تجيبها برخص. زين يا اخي ما نبي المكتب، انا ابي عن طريق المكتب، انا ابي اسافر. الوقت الوضع هذا اللي احنا فيه كورونا اوكي، بس احنا يسافرون الناس يتنقون الخدام اللي يبونه، وني نفس اول على طريق المحكمه نسوي العقد ناخذ الخدامه. المبلغ انت انا شبي المكتب اللي على الكفاله، والكفاله يطلع عيوني فيها. اذا كانت الكفاله هاي 3 اشهر يعطيني يطلع عيوني فيها، واخرتها تظل عندي 3 اشهر بعدين تقول لي فلوس يقبضها من منو؟ مو 990 هي، مو سالفه 990 تبي تطق لها اقامه. واحنا ناس بالكويت ما نطق سنه، طق سنتين عشان بنريح راسي ولا 3 سنين. والتامين نفسه زين اوكي انا ابيها، بس اذا هي ما تبي تقول لي 3 اشهر تقول لي انا ابي اسافر، من المسؤول هذا يعني؟ عقد المجلس البلدي جلسة اليوم ناقش خلالها عددا من القضايا والمشاريع الخدمية التي تساهم في حل المشاكل ومعالجة المعوقات وإحداث التنمية. ووافق المجلس على استحداث طريق جديد في منطقة سليل بمحافظة الجهراء يربط الدائري السادس بمنطقة المطلع. كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة بتخصيص المواقع المحيطة بقصائم خلط الخرسانة في مناطق صليبية وشبد وأشدادية. اليوم في جلسة اليوم الرئيسية تم الموافقة على طريق سليل، الموافقة من قبل المجلس أخذ بالأغلبية. وفي الموضوع الثاني منتزه القومي، خلينا يبقى على الجدول الأعمال اللي طلب، وكان يعني من إخواني أعضاء مجلس البلدي بشدة، وكانت من أخص لجنة تغطية النظافة بموضوع منتزه الجهرة. طلبنا اليوم خلينا على سوري على الجدول الأعمال، ويكون طلب بعمل البلدية ما آخر المستجدات ما عملته في البلدية. وحنا طبعا هذا الموضوع مهتمين فيه، ولابد انه يكون يرى النور قريبا، لان هذا منتزه نتمنى يكون انه يتطور لاهالي الجهراء. منتزه من اكبر المنتزهات بالكويت. إلى ذلك أصدر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي قرارا بتشكيل لجنة لميكنة مواقع التشوين بمختلف المحافظات بهدف إدخال جميع المواقع المرخصة على البرنامج الآلي. وقال المنفوحي أن مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي الحميدي المطيري سيترأس اللجنة التي ستعمل على حصر كافة تراخيص التشوين الصادرة إلكترونيا من إدارة التنظيم العمراني للمساحات الأقل من 500 متر مربع. وأضاف أن اللجنة التي تضم أيضا مدراء السلامة في جميع بلديات محافظات البلاد ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ينكشف من تعديات على أراضي أملاك الدولة. في سياق مختلف، قامت الفرق التفتيشية الخاصة بالهيئة العامة للبيئة بتنفيذ حملة تفتيشية لمراقبة شبكات الأمطار، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال. وقد أسفرت هذه الحملة التي شملت بعض المناطق التابعة لمحافظة حوالي عن رصد عدد من المخالفات البيئية المتمثلة في عدم تطبيق الاشتراطات الهندسية الخاصة بقانون حماية البيئة، حيث تم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب قانون حماية البيئة. نشرتنا متواصلة، تتابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل. بورصة الكويت تنهي التداولات على ارتفاع المؤشر العام. مجددا أهلا بكم.
أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بواقع 8.20 نقطة. وقد تم تداول كمية أسهم بلغت 256 مليونا و 800 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 34 مليون دينار، تمت عبر 9569 صفقة، وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7.13 نقطة، لما ارتفع مؤشر السوق الأول 15.17 نقطة. نتابع في الرياضة بعد فاصل قصير. منتخب فلسطين يهزم الأزرق للمرة الأولى في تاريخه. أهلا بكم من جديد. حقق المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم فوزا تاريخيا على نظيره الكويتي بهدف نظيف مساء اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الطرفين لاستكمال التصفيات الأسيوية المزدوجة. هذا قد ظهر المنتخب الفلسطيني بشكل جيد في اللقاء قبل أن يسجل هدف الانتصار عبر سامح مرعبة من كرة رأسية في الدقيقة 71، ويعد الفوز هو الأول للمنتخب الفلسطيني في تاريخ مواجهاته ضد الأزرق، إذ سبق له الخسارة في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر بشهر فبراير المقبل. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا أعلن من خلاله تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية، والذي كان من المقرر أن ينطلق في الأول من شهر فبراير المقبل، لكن فيفا اضطر إلى تعديل الموعد بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي نيوزلندي بسبب فيروس كورونا، ليكون الموعد الجديد هو 4 من شهر فبراير. تعهد رئيس الوزراء الياباني شيهيدو سوغا بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل رغم المعارضة الشعبية المتزايدة. لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا سريع الانتشار في البلاد، وقال سوغا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة: سنمضي قدما بكل عزم وإصرار للاستعداد وتطبيق إجراءات الحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، كما يمكنكم متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبانتظار مشاركاتكم وقضاياكم وأرائكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقرة تفاعلات. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.